نوريكم كيفاش باش ننظفوا البنويه نتاعنا. كيما شفتوها هذه البنويه، نزول الراس نتاعها بالضبط، وناخذوا حاشيه الراس هكا الدوره هذيا ونحوها هكا بالطريقه هذه. المهم ما نعروهاش من هنا، الزريعه ما تبانش. نعاودوا كعبه اخرى كيما شفتوا، نجول الحاشيه هذيا الدائريه وندوروها هكا، يتنحى معانا هكا الغطاء نتاعها، وهكاك نكونوا حضرناها. نغسلوها 3 4 مرات بالكدا ونرموها. المهم الغطاء نتاعها هذايا يتنحى. توا هذه القنوية نتاعنا كما شفتوا قشرناها الكل، حضرناها، نغسلوها مليح ونحطوها